مشاهدينا حياكم الله في نشرة الأخبار لليوم نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، أهلا بكم. البداية من كوالالمبور، حيث دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى وضع مصلحة الأوطان والمواطنين في قمة الأولويات لدى القادة وصناع القرار في المنطقة، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسبق السياسة في أي قرار أو اتفاق يتخذه السياسيون في هذا العالم، وأن الدين الإسلامي هو مصدر المحبة والتسامح والتعايش ومانح لحقوق الإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه وجنسه. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة لصاحب السمو الملكي الدكتور نازريان معز الدين شاه سلطان ولاية بيراك الماليزية خلال زيارة سموه إلى ماليزيا في إطار علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وماليزيا والتي شهدت مزيدا من التطور في العقود الأخيرة. وجرى خلال اللقاء الذي أقيم في قصر بيراك استعراض الواقع الراهن للدول الإسلامية حول العالم، خصوصا تلك التي تعاني من الاضطرابات جراء الأزمات السياسية والحروب وأوضاع اللاجئين حول العالم وقضاياهم الملحة التي يجب أن ينظر إليها بعين الإنسانية بعيدا عن أي مواقف أو قرارات سياسية، وأن يكون هناك تحرك دولي عاجل لحمايتهم من التشرد والجوع والضياع. هذا واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة مع سلطان ولاية بيراك مجالات التعاون المشترك بين إمارة الشارقة وماليزيا اللتين تمتلكان تجربة تنموية رائدة إقليميا ورؤى مشتركة في العديد من القطاعات الحياتية الرئيسة، كما ينشطان على الصعيد الدولي في مجال الحوار بين الحضارات. كما توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في زيارة خاصة إلى جامعة ماليزيا الواقعة في جنوب غرب العاصمة كوالالمبور، وذلك بناء على دعوة صاحب السمو الملكي الدكتور نازرين معز الدين شاه رئيس الجامعة. وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو سلطان ولاية بيراك فور وصولهما الحرم الجامعي البروفيسور محمد أمين بن جلال الدين نائب رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية الذين رحبوا بضيف ماليزيا والوفد المرافق له. وقدم الدكتور محمد أمين بن جلال الدين لمحة سريعة عن الجامعة التي يعمل فيها 1700 من أعضاء هيئة التدريس وتضم 17 كلية ومركز أبحاث تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الأدبية والعلمية والإنسانية، مشيرا إلى أن عدد خريجي الجامعة قد تجاوز 100,000 خريج من بينهم شخصيات وقيادات معروفة وشهيرة في مختلف المجالات. كما تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في حرم الجامعة ومرافقها وتعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها وخاصة في المجالات العلمية والتقنية، حيث تعتبر جامعة ماليزيا من المؤسسات الأكاديمية المتقدمة في أبحاث الأمراض المعدية والتنوع البيولوجي والملكية الفكرية. كما أشاد سموه باهتمام الجامعة بالتنوع الثقافي واستقبالها للطلاب والباحثين من أنحاء العالم كافة، مؤكدا أن الأجيال المتعلمة لا تساهم في تقدم مجتمعاتها فحسب، بل توفر لها فرصة للاستقرار من خلال المحافظة على النسيج المجتمعي والقبول بالآخر والاعتراف به. ونبقى في كوالالمبور، حيث شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة ملتقى الشارقة لسيدات الأعمال الذي نظمته مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في العاصمة الماليزية وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الدولية الماليزية، وذلك بهدف بحث سبل تمكين المرأة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وتعزيز دورها والارتقاء به في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. كما أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة قد اهتمت بالمرأة وسعت إلى تمكينها إيمانا منها بامتلاكها طاقات هائلة قادرة على النهوض بالأمة وتعزيز مكانتها، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت إثبات نفسها عن جدارة واستحقاق في مختلف المجالات، بل وتحقيق التفوق في الكثير من الأحيان، كما أصبح حجم الإبداع والتكامل الذي أضافته المرأة إلى مختلف نواحي الحياة ظاهرا جليا لا سيما في مجال الأعمال.
في موضوع آخر، رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدورة الخامسة من منتسبي الخدمة الوطنية والذكرى 40 لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة. حضر الاحتفال الذي أقيم على ميدان معسكر سيح اللحمة في مدينة العين صباح اليوم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة وجمع من أولياء أمور وذوي الخريجين. ولدى وصول راعي الحفل سمو ولي عهد دبي إلى أرض ميدان الاحتفال عزفت الموسيقى القوات المسلحة، ثم قام سموه يرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالتفتيش على طابور الخريجين من على متن عربة عسكرية، ثم تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم من جهة ثانية، حيث شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عروضا عسكرية ميدانية أداها الخريجون في ميدان التدريب العملي عكست جهوزيتهم القتالية للدفاع عن الوطن ومكتسباته الحضارية والوطنية والإنسانية. الجدير بالذكر أن الخريجين في الدورة الخامسة قد كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في المرحلة الأولى لمدة 4 أشهر ينتقلون بعدها إلى مرحلة التدريب التخصصي التي يتم فيها توزيعهم على الوحدات العسكرية المختلفة في القوات المسلحة لمدة 3 أشهر ومن ثم تبدأ فترة التدريب الفعلي التي تستمر 5 أشهر وتضم هذه الدورة شبانا من فئتي الموظفين وخريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا. أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة مثال استثنائي على التطور الطبيعي للنهضة النموذجية، وهي تستشرف المستقبل بنهضة حضارية شاملة متوازنة ومستدامة تتشارك فيها المرأة مع أخيها الرجل وفق عقيدة التكامل والعمل المتعاضد بروح الفريق الواحد. جاء ذلك في كلمة رئيسية لمعاليها خلال مشاركتها في أعمال لقمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات لعام 2016 التي بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان وتستمر يومين تحت عنوان المرأة في السياسة التقدم بخطى حثيثة بمشاركة 260 برلمانية من 89 دولة لمناقشة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز دور النساء في البرلمانات وصناعة السياسات. هذا وكانت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي قد وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان يوم أمس على رأس وفد المجلس للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي يستضيفه البرلمان الأردني اليوم ويستمر حتى 6 مايو الجاري بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجان الوطنية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مكتبه بديوان ولي عهد أبو ظبي سعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بعد توليه مهامه سفيرا لدولة قطر الشقيقة. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم توقيع الإعلان المشترك بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الإنتربول المنبثقة عن منظمة الإنتربول الدولية بشأن استضافة الإمارات لمقر المركز العالمي لمؤسسة الإنتربول في العاصمة أبو ظبي. ووقع الإعلان المشترك عن وزارة الداخلية العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بالوزارة وعن جانب مؤسسة الإنتربول إلياس ميشيل المر رئيس مجلس الإدارة. وبموجب الإعلان المشترك تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مقر المركز العالمي لمؤسسة الإنتربول في مدينة أبو ظبي تقديرا لمكانتها وحضورها العالمي واعتماد المقر كمنصة عالمية لإطلاق مجموعة من المشاريع المتطورة ومتابعة إدارتها. ويعمل الطرفان لوضع الآليات والخطط المتعلقة بتشغيل المقر ووضع النظام الإداري والهيكل التنظيمي للمركز.
حضر حفل التوقيع العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، والعقيد محمد حميد بن دلموش الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، والعقيد عبد الواحد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية والدولية الانتربول بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط ومسؤولي مؤسسة الانتربول الدولية. يذكر أن مؤسسة الانتربول المنبثقة من منظمة الانتربول الدولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وأجهزتها ومؤسساتها الرسمية والمدنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتطوير المنظمة ودعمها بكل السبل لترسيخ الأمن والعدالة في العالم. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أمس فعاليات الدورة 24 لمعرض أبوظبي الدولي للمجوهرات والساعات الذي يستمر 5 أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. رافق معالي خلال الافتتاح الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والعديد من شخصيات المجتمع المحلي وعشاق المجوهرات والساعات في المنطقة. هذا واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على العديد من التصاميم الجديدة الراقية وأحدث الصيحات الفريدة وأهم التشكيلات الحصرية الفخمة لمختلف أنواع المجوهرات والحلي لنحو 150 علامة تجارية عالمية شهيرة، من بينها 30 علامة تجارية إماراتية. كما تعرف معاليه على جائزة إبداع بدورتها الرابعة التي استضافها المعرض لتختار أفضل التصاميم، وتسلم 3 فائزين من كل فئة من فئاتها درعا من تصميم المبدعة الإماراتية عز القبيسي. بحث معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين خلال لقائه اليوم سعادة تي بي سيثارام سفير جمهورية الهند لدى الدولة سبل تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف العمل، وأكد الجانبان حرصهما على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وذلك بما يخدم المصالح المشتركة. عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها 16 بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان. واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات والمعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي كانت بتاريخ 6 يونيو من عام 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات. كرم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ليلة الماضية كوكبة من فرسان الفكر والأدب والثقافة الفائزين بجوائز المؤسسة للدورة 14. حضر حفل التكريم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع والأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الفائزة بجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس للإنجاز الثقافي، ومعالي حميد بن ناصر العويس وسعيد النابودة المدير التنفيذي لهيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من الشخصيات والفعاليات الثقافية والأدبية وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة. شهد معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات اليوم حفل تخريج الدفعة 35 من طالبات الجامعة بالمبنى الهلالي بالحرم الجامعي، وذلك بحضور الإدارة العليا للجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وأولياء أمور الطالبات. وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن جامعة الإمارات بنيت على أسس ثابتة وراسخة على يد المغفور لها شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على أن تكون جامعة رائدة ومتميزة تقدم للإمارات الكوادر البشرية التي تؤهلها لقيادة الوطن، معربا عن شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله راعي مسيرة التمكين، والتي من ركائزها تمكين المواطن الإماراتي ليقود هذه المسيرة ويكون فاعلا في بناء هذا الوطن.
نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على مسرح كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بحضور سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة والمدراء التنفيذيين وعلماء ضيوف من الأزهر الشريف وجمهور غفير. ورفع سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة. وقدم الشكر لمشيخة الأزهر لمشاركتها بهذه الاحتفالية وحيى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشيدا بعمق التعاون والتنسيق والتواصل فيما بينهما أي بين المشيخة والهيئة. على الصعيد الخارجي أعرب دولة الإمارات العربية المتحدة مجددا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سوريا خاصة في مدينة حلب، بما في ذلك استهداف الطيران الحكومي بصورة لا أخلاقية للمشافي والخدمات الطبية الضرورية، وذلك تحت حصار وظروف غير إنسانية بالغة الصعوبة، مشددة على أن هذا المشهد يستصرخ الضمير العالمي لكي يتحرك سريعا لحقن دماء السوريين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة خليفة الطنيجي نائب المندوب الدائم للدولة لدى جامعة العربية أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، وذلك لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية. على الصعيد اليمني واصلت ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية قصفها بقذائف المدفعية والدبابات والكاتيوشا ومضادات الطيران لمواقع الجيش الوطني والمقاومة والأحياء والقرى في مدينة تعز وعدد من مناطق الريف في محافظة تعز، واستهدفت الميليشيات أحياء ثعبات والجحملية والصيفرة وأحياء أخرى، فيما استهدفت عددا من القرى في صبر الموادم والأقروض ومواقع الجيش والمقاومة في منطقة الضباب في ريف المحافظة. هذا ورصدت المقاومة الشعبية مقتل مدني وإصابة 9 آخرين، فيما قتل أحد أفراد الجيش والمقاومة وأصيب آخرون. أما في الأقروض فقد اندلعت مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة أخرى، صدت خلالها الأولى هجوما عنيفا للميليشيات الانقلابية. وفي أطراف منطقة باب المندب دارت مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة والميليشيات إثر محاولة الأخيرة استعادة السيطرة على منطقة باب المندب الذي خسرته العام الماضي بالتزامن مع ذلك، حيث عاود طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات في المنطقة بعد أن توقف عن شن ضربات في مختلف أنحاء اليمن والتي دامت 5 أيام، وسط حديث عن مقتل أكثر من 20 وجرح العشرات من عناصر الميليشيات جراء الغارات والمواجهات مع الجيش الوطني، فيما قتل 3 من أفراد الجيش والمقاومة خلال تلك المواجهات. تعرضت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY474 من طراز إيرباص A330 على 200 المتجهة من أبو ظبي إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا اليوم لمطب جوي شديد وغير متوقع قبل 45 دقيقة من موعد وصولها إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي. وأعلن الاتحاد للطيران في بيان له أن الرحلة حطت بسلام وتم استقبال المسافرين من قبل الطواقم الطبية التي كانت بانتظارهم لدى نزولهم من الطائرة، مشيرة إلى أنه أصيب على إثر ذلك 31 مسافرا من بينهم عدد من أفراد طاقم الطائرة. كما أشار البيان إلى أنه بعد توفير العلاج والمعاينة الطبية ل 22 من المصابين من قبل المسعفين سمح لهم بمغادرة المطار نظرا لإصاباتهم الطفيفة، فيما نقل 9 مسافرين من بينهم عدد من أفراد الطاقم إلى المستشفى المحلي. هذا وأضاف البيان إلى أن الاضطراب الهوائي تسبب أيضا ببعض الأضرار في المناطق المخصصة للتخزين في المقصورة
في حين تعمل الاتحاد للطيران على توفير كافة المساعدات اللازمة للضيوف المتضررين، منوها إلى أنه ونتيجة لذلك تم إلغاء رحلة العودة رقم EY475 المقررة من جاكرتا إلى أبوظبي اليوم. هذا وأرسلت الاتحاد للطيران فريقا من مقر الشركة في أبوظبي لتوفير الدعم ومساعدة المسافرين الذين لديهم حجوزات على متن هذه الرحلة فيما يخص توفير رحلات بديلة أو الإقامة الفندقية. وإلى أسواق المال الإماراتية ونظرة سريعة على آخر إغلاقاتها لهذا اليوم. ونتابع درجات الحرارة العظمى والصغرى لهذا اليوم. هذا ما لدينا حتى الساعة، وبهذا الخبر من أحوال الطقس نكون قد وصلنا لختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، نترككم في أمان الله ورعايته.